يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. يمكن من سخريه القدر ان انا بصفه خاصه اشارك في حوار متعلق بالخسيه وبانقاذ الوزن وخصوصا في فصل الشتاء. بس هنعمل ايه؟ حضراتكم متعودين معانا احنا من وقت للتاني لازم نتكلم عن طرق التغذيه السليمه وازاي نختار يعني الانظمه الغذائيه المناسبه لينا وازاي نعمل دايت خصوصا في فصل الشتاء. هنتكلم في ده كله وفي تفاصيل اكتر من كده بكتير مع دكتوره مروه نوح خبيره التغذيه اللي منوره الدنيا كلها. صباح الفل. اهلا بيك. صباح الجمال. ازيك يا كريم؟ ربنا يخليكي منورانا. صباح الخير. وجايه لابسه لنا احمر. ايوه شغل عادي كده. كلام جميل. وبس انا هبدا معاكي بقى زي ما كريم قال كده. الشتاء اللي هو فاضل له تقريبا 20 يوم، يعني مش عارفه احنا ما حسيناش بيه بس مش مشكله. عادي. ما بتحبش الشتاء؟ لا مش هينفع كده. لازم تعيدي ترتيب اولوياتك. الشتاء ليه رونقه. المهم هو الفصل معروف عنه انه الناس بتتخن فيه. ليه؟ لان انت حركتك اقل، انت بتحس بجوع اكتر. anyway الاسباب، بس اللي بيحصل احنا بنتخن. تمام. طيب نعمل ايه بقى؟ خلينا بس يعني انا تملي بيبقى عندي كومنت على حته ان احنا بنتخن في الشتاء، ان احنا بنتخن في الصيف وبنتخن في رمضان. مش زي الشتاء ده، انت المصايف بقى والاجازات وننزل ناكل وزلابيا وفي نشاطات اكتر وفي حركه وفي ميه وفي كده. احنا طبيعتنا بنحب الاكل في كل المواسم، فما بنخلص من بعد الكورونا لشتاء لصيف لرمضان. ثقافه مصريه. ثقافه مصريه بالذات لاعياد من كحك الفت يعني. صح. الموضوع بس هي ثقافه ولا حقيقه وواقع ان في اغذيه معينه بتساعد على التدفئه مثلا في الشتاء؟ طب خلينا نقول احنا ليه بنلجا للاكل في الشتاء. احنا في دراسات بتقول ان احنا في الشتاء لما بنحتاج شويه اكل يدينا طاقه زياده بتبقى بمثابه 100 سعر ل 150 سعر، يعني سناك زياده في اليوم. مش ان انا هقوم اكل ايس كريم وفطير وي 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 علشان ان انا اعوض الحراره دي، لان في حاجه اسمها ثيرموجينيك افكت فود، يعني الاكل بيطلع طاقه. وفي الصيف بيقول لك برضو في دراسات تانية بتقول ان احنا بنحتاج في الصيف شويه طاقه زياده لان احنا بنحتاج مجهود اكتر عشان نتخلص من الحراره الزياده بالعرق والحاجات دي. فبرضو في دراسات بتقول ان احنا محتاجين لطاقه زياده. فاني وايز حتى لو محتاجين لشويه طاقه زياده في الشتاء بتبقى من 100 ل 150 كالوري، مش 2000 كالوري في اليوم عشان اتدفى يعني. مش حاله المحشي يعني. مش حاله المحشي بالظبط كده. فلو قسمنا وجباتنا بطريقه صح وخدنا الاكلات اللي زي يمكن ما كان موجود قبل ما نبتدي، اللي بتمدنا بالطاقه لمده طويله مش اللي بتمدنا بطاقه سريعه، يعني اللي غنيه بالالياف والزيوت الصحيه بتدينا فعلا طاقه لمده اطول وبتشبعنا مده اطول، بس محتاجه تنظيمه شويه. طب انا عايز اسالك على حاجه يا دكتور، هو الموضوع ده صح ولا غلط؟ لان كنت بسال كريم قال لي يعني طالما في دكتور قال كده يبقى خلاص. هل في الرجيم ممكن حد يوصف السناك شوكولاتايه؟ ممكن جدا. هو الرجيم الصح المفروض ما فيهوش حرمان. كريم اتفضل. يعني ساعات بيطلق عليكم كلام عجيب جدا. لا 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 عكس الموروث اللي دماغ الواحد. احنا عندنا رول مهمه قوي في التغذيه اسمها 80-20، وانا من انصار الرول ده جدا. 80-20 يعني احنا ما ينفعش هنتحرم من كل الحاجات الحلوه، كل الحاجات الوحشه والمضره بنحبها عشان نبقى بس على ارض الواقع. صح. ولو حرمنا نفسنا فتره هنرجع تاني. برافو عليك. برافو عليكي. فالفكره ان احنا ناخد 80% من الاكل الصحي اللي بيفيد جسمنا ويمده بكل العناصر من فيتامينات ومعادن عشان المناعه وكل الحاجات، بيبقى فيه 20% الحاجات الغلط لان احنا هناكلها. فما ادي شوكولاتايه حاسبها كسناك بكميه معينه كم مره في الاسبوع، شوكولاتايه او غيرها. أوكي. اي حاجه من الممنوعات اللي تعرفها ما فيهاش حاجه خالص. انا مش معنى اني عايزه اخس او ان انا صحيه اني مش هاكل شوكولاته خالص. مش هاكل حاجه حته كيكه اللي كانت مامة نوال بتعملها. ما ينفعش. فين الايام الحلوه دي؟ وبقيت الرول ان انا عاده بامن احتياجاتي من الاكل الصحي الصح من رول ال 80%. طيب برضو يمكن في الفتره الاخيره يعني كثر الحديث عن مسميات كده زي الكيتو دايت وزي الكاربلس دايت اللي هو التغذيه لو كارب. مظبوط. الصيام المتقطع. ايه بقى كتير. ايه مميزاتهم وايه عيوبهم؟ وخصوصا ان اللي بيدافع عنهم بيدافع عنهم باستماته. صح. وان اللي بيهاجمهم بيهاجمهم وكانهم خطر غير مسبوق. تمام كده. الحقيقه ايه بقى؟ احنا قبل بس ما نقول هنعمل انهو دايت، ده سؤال بيتسال يعني او اي حد بيتفرج علينا يقول لك ايه الدايت المناسب ليا؟ انا هعمل اي دايت؟ في كده كام شرط او كام حاجه لازم نعرفها قبل ما نختار الدايت. أوكي. نمره واحد، الدايت ده هقدر اعمله ولا لا؟ يعني في ناس مثلا تقول لك ما اقدرش استغنى عن الفاكهه، دول مش هيقدروا يعملوا كيتو دايت مثلا او كيتوجينيك دايت. هو الكيتو ما فيهوش فواكه خالص؟ ما فيهوش فواكه خالص غير نوع معين اللي هي الفراوله والبارز، وبناخد بكميات قليله قوي. ما فيهوش فواكه ولا بالمعنى الاشمل والعام ما فيهوش سكريات؟ ما فيهوش نشويات غير بنسبه 5 ل 10% بس،
فبناخدها من شويه الخضار وبناخدها من فاكهه، بس الفواكه قليله النشويات قوي زي التوتيات أوكي. الفراوله والتوت والبارز والحاجات دي فمش ما فيهوش فاكهه كتير، عشان كده وبيفتقر هنقول لما نتكلم عليه في عناصر غذائيه كتير. دي نمره واحد. نمره اتنين، الدايت ده هيبقى اسلوب حياه ولا لا؟ دي مهمه قوي. يعني انا عامل فتره مؤقته عشان اخس ولا انا بتعلم هابتس جديده زي ما بنقول هيكمل معانا ولا لا؟ نمره 3، هينفع مع ميزانيتي ولا لا؟ يعني الرجيم الكيتو بيعتمد على البروتينات اللي هي الحيوانيه وعلى الدهون الصحيه زي الافوكادو والناتس، فهو شويه مكلف. فهل ده هيتفق مع ميزانيتي ولا لا؟ هيتفق مع مرحلتي العمريه ولا لا؟ انا سني قد ايه؟ بروح مدرسه ولا جامعه ولا بشتغل ولا ست بيت؟ مع حالتي الصحيه عامله ازاي؟ هل انا عندي امراض؟ لان في انواع رجيمات ممنوع تتعمل مع امراض معينه. صحيح. وفي حاجه مهمه قوي بقى ناس كتيره مش عارفاها، انواع الجسم. احنا عندنا 3 انواع من الجسم اللي هي اكتومورف اندومورف ميزومورف، اسامي مش مهم يعني ترجمتها. بس لو حد عرف بنعرف نظام الدايت والرياضه المناسبه ليه. طب ملامح المسميات ملامح المسميات بصوره بسيطه جدا. اكتومورف اللي هو اسمه ذات البنيه الظاهريه، برضو بالعربي مش مفهومه فبرضو مش مهم. نقولها الماني مثلا طبعا عشان نستوعب. لا دي معناها ان هي بتبقى الجسم الطويل النحيف شبه جسمك شويه وده بيبقى ما بيزيدش عضلات بسهوله. يعني جسمه رفيع ما بيزيدش عضلات بسهوله. ده يتعمل له ايه؟ ده اما حتى اللي بيبقوا عايزين ينزلوا شويه دول ما بينفعش نقلل لهم سعرات قوي، ده لازم ياخد سعرات كويس قوي. لازم يعمل رياضه 3-4 مرات بس في الاسبوع، ما ينفعش يعمل اكتر من كده، ولازم ياخد كميه بروتينات عاليه عن العادي. تجدر الاشاره الى ان زميلنا واخونا وحبيبنا مخرج البرنامج ابراهيم تمام يقول لك طب هو ينزل ليه ما هو رفيع اصلا من الاول؟ لا، في ناس بتبتدي تاكل غلط فبتزيد شويه دهون فبتبقى عايزه تظبط جسمها شويه، هي ما بتزودش عضلات بسهوله بس ممكن بصعوبه تزود فاتس، بس لو الاكل غلط كتير هتزود فاتس. فساعتها وكمان في الغذاء بتاعه لازم جدا يبقى البروتينات عاليه عن العادي. يعني احنا الناس الطبيعي بندي من 0.8 ل 1.2 جرام لكل كيلو جرام، الاكتومورف بنديله 2 جرام لكل كيلو عشان نساعده اسرع في تكوين العضلات. بيبقى البروتين ذات الجوده العاليه زي الوي بروتين اللي هي الحاجات من المصادر الحيوانيه اكتر. في نوع تاني اسمه اندومورف، وانا بشوف ان كتير من المصريين النوع ده اللي هو باطني البنيه اللي هم بيبقوا مقلوزين شويه مقلوزين شويه وشكل التفاحه او الكمثره ودول يعني اللي مش محظوظين خالص لان دول بيبقى عندهم صعوبه في خساره الوزن وسهوله جدا في تخزين الدهون. دول بقى لازم نظبط لهم السعرات قوي تبقى سعرات قليله، لازم ياخدوا بروتين معقول مش بروتين عالي قوي، ولازم يعملوا رياضه تقريبا كل يوم. حاسه انا اللي جاي بقى التايب الجاي ولا لسه؟ انت التايب المحظوظ اللي هو اسمه ميزومورف. ميزومورف الله طلعت ميز ولا هواد. الميزومورف دول المحظوظين، دول اللي حرقهم عالي وبيكونوا عضلات بسهوله قوي، مش محتاجين نظام معين. يعني اي نظام لو عايزين يخسوا هيخسوا عليه، عايزين يزيدوا هيزيدوا اسهل، عايزين يعني الله اكبر عايزين يثبتوا هيثبتوا، عايزين يعملوا رياضه كل يوم يعملوا رياضه 3 مرات، فدول بنسميهم المحظوظين ودول مش كتير قوي يعني في المجتمع بتاعنا. فلو عرفنا نوع الجسم وطبيعة الجسم دي طبعا بتتعرف اللي هو بالأجهزة، وطبعا الدكتور اللي عنده خبرة بيعرف من لما بياخد هيستوري وبيعرف من شكل الجسم. الانشيف كمان بتالي الانبادي سوري بيظبط كل حاجة، بنعرف بقى كمية العضلات للدهون المية. فالحاجات برضو هنحتاج نوضح للي مش عارف الانبادي عبارة عن ايه. برضو حاجة اسمها بادي كومبوزيشن اناليسيس، جهاز اللي بنقف عليه ونمسكه بيحلل لنا الجسم، عندنا عضلات قد ايه ونسبة دهون قد ايه نسبة مية قد ايه، فبنقدر ساعتها نعرف احنا عايزين نقلل دهون نزود عضلات نعرف القصه دي. بالمناسبه دكتوره برضو يعني غالبا لما بنتكلم على فكره الدايت والناس اللي عايزه تزود وزنها او تخسس من وزنها او تقلل منه غالبا ما بنكون بنتكلم على الناس الكبار، لكن ده مش معناه ان مفيش اطفال بيعانوا مثلا من يا اما نحافه مفرطه يا اما سمنه مفرطه، وده كتير جدا. فهل الاطفال كمان ممكن يتعمل لهم نظم غذائيه معينه ولا في اعمار معينه سنيه يعني مبكره او صغيره في السن لا محتاجه من كل الاشكال فيتامينز وكاربس و و و؟ قلت كلمه تحفه يا كريم. ايه بقى؟ احنا صغيرين كبار بننمو او نمينا احنا محتاجين من كل العناصر الغذائيه، وده اللي انا بروح فيه لما اتكلمنا على انواع الدايت. اوكي. هديك اكزامبل الفرق بين الكيتو دايت والصيام المتقطع والديتوكس واللي واللي. الكيتو دايت نظام دايت بشيل فيه النشويات خالص، باخدها بنسبه 5-10% وبعتمد مينلي على الدهون. وباخد نسبه بروتينات معقوله. اوكي. خلاص؟
ده طبعا بيفتقر في عناصر غذائيه كتير جدا، ما باخدش مضادات اكسده كويس، ما باخدش الياف كويس، ما باخدش فيتامينات ومعادن كتير قوي، لازم ممكن يعلي الكوليسترول لان احنا بنعمله غلط، وصفات من على الانترنت، جروبس الفيسبوك، ويلا اديله سمنه على جبنه على قشطه على على على، فبدل ما هو المفروض لو اتعمل صح يقلل الكوليسترول ممكن يعليه. اللي عنده مشاكل في الكلى يأذيه، يعمل حصوات في الكلى، ما بناخد بروتين كتير ممكن يخسرنا كالسيوم ويخسرنا ميه، فيدخلنا في جفاف، يدخلنا في ان احنا يجي لنا هشاشه عظام او كالسيوم، فله عوارض كتير. لازم زي ما قلنا الستابس او بنختار على اساس ايه، بناخد حاله مرضيه كويس قوي، ده مش نظام بعيش عليه، بيتعمل بالكتير 6 شهور، والرجاله بتخس عليه اكتر من الستات. فتيجي مثلا واحده زي هوان تقول لي ازاي اخس 5 كيلو، ده انا مش عارفه مين جوز صاحبتي خس 20 كيلو في شهر، مش دعوه، في نوع جسم تاني ونوع ستايل تاني ومش هيخصصك لخمسة كيلو، فبيفشل مع ناس تاني. السم المتقطع نظام تاني خالص، ما بيفتقرش في العناصر الغذائية. السم المتقطع باكل في وقت معين جميع العناصر الغذائية المفروض، وبصوم بقيه اليوم، فبيحفز الحرق بطريقه معينه لاني بوطي خالص هرمون الانسولين وبعلي الجروث هرمون فبيزود الحرق. انا بصوم يعني عن كل حاجه، ما بشربش، بشرب ميه وبشرب اعشاب زي العصاير ممنوع، بشرب ميه وبشرب اعشاب بس، حاجات كلها ممنوع، سلطه ممنوع، خيار 16 ساعه. لا ده كتير. فاحنا بس على فكره احنا في ناس في رمضان بتدخل صعب جدا يعني صيام متقطع، صعب قوي، صعب قوي اقعد 16 ساعه يعني. بشرب ميه، بشرب ممكن شاي، بشرب قهوه من غير لبن، بشرب ينسون، بشرب كاموميل، بشرب نعناع. طب النوع ده من الامور ملوش انعكاسات سلبيه على الجسم يعني؟ ما بنبقاش بنحاول نصلح حاجه فمسائل، بالعكس الصيام المتقطع صحي جدا وبيزود المناعه وبيظبط هرمونات، ما عنديش فيه مشكله خالص. بس هو النظام ما بيفتقرش في العناصر لو خدت عناصر غذائيه في 8 ساعات. لكن الكيتو بيفتقر، وفي انظمه تانية كتيره الناس بتعك فيها الحاجات بقى اللي عملت دايت انا وانت الدهوني والنبي يا كريم واختك كانت مش عارفه تروح ايه الخسه تديني الدايت. زي ما قلنا في ستابس كتير قوي، امال فين هي اخصائيين تغذيه؟ ليه في حاجه اسمها تاريخ مرضي؟ الدايت بتاع زمان اللي هو تفطر مش عارفه واحد توست وفول والغدا مشوي مع سلطه الدايت الوسط والعشاء زبادي. ايوه مش هو ده اللي احنا طول عمرنا عارفينه؟ ده اللي طول عمرنا عارفينه، بس زمان كان غير دلوقتي. لا في كم الخروجات ولا الريستورانات ولا الولاد الصغيرين كم اعياد الميلاد والجانك فود والدليفريز. الزمن اتغير، ده الحاجات القنوات اللي بقت مفتوحه ليل ونهار والافلام، كل المشاكل الناس انها بتصل في الشغل، لا ودليفري 24/7. فكل الحاجات دي بقت خلت حياتنا ما نش قادرين نمشي على القصه دي، واللي بيعملها كده بيفتح بعد كده على الرابع اول ما بيبطل، فده مش مطلوب. كويس جدا. طيب احنا هنروح فاصل، طبعا لسه في اسئله كتيره جدا، وانا يعني انا بتعرف ايه اقول لك بقى، انا ابتديت دايت بقالي 3 ايام بالظبط، هعرفها في الفاصل. بس على الميزان نزلت اول يوم وما نزلتش تاني ولا ثالث يوم، فهل ده طبيعي؟ بقى كام يوم مره تفطر لوز ني، مره جايبه معاها شرايح الجزر، ومره خيار وحاجات ايوه سناكس جميل. بس اكتر غلطه تعملها انها توزن كل يوم، يبقى حد بينزل كل يوم، مش المفروض مره في كل اسبوع او 10 ايام بس. ماشي فاصل، طالما مره كل 10 ايام يبقى نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. طيب احنا لسه فقرتنا مستمره بنتكلم عن التغذيه، ومنورانا دكتور مروه نوح، وهي يعني بصراحه كل حلقه كده بتدينا امل. يعني انا بتكلم بجد لانك مش من الدكاتره اللي بيسودوا المشهد قوي، لا بتحسسينا ان في امل طبعاً. واحد بس ممكن يظبط شويه اكله، نعمل حركه يمكن ازيد شويه، فده حلو جدا. طيب كان سؤالي قبل الفاصل انا وكريم، احنا مفروض لما نعمل دايت نوزن نفسنا كل يوم ولا اول او يعني قبل ما نبتدي ومثلا بعد اسبوع ونمشي كده اول ما نبتدي وممكن بعد اسبوع 10 ايام نبتدي؟ وفي عوامل تانية بتفرق قوي على الميزان ما بيبقاش واخدين بالنا منها. يعني كل اللي بيقولي عندهم اوبسيشن او هوس بالميزان كل يوم، اول حاجه لو انا مثلا هخس كيلو في الاسبوع مش هقسم اللي هو 1000 جرام على 7 ايام فالمفروض اخس كل يوم 150 جرام، ما فيش حاجه اسمها كده، انا ممكن اخس اخر يوم، دي نمرة واحد. فمش المفروض ان احنا نوزن كل يوم. تاني حاجة في عوامل كتير جدا بتأثر، ابسطها يعني انا لو بوزن بالليل، في ناس تيجي وزنة بالليل بعد الغداء وناس وزنة الصبح، ونفس الشخص وزن قبل الفطار كيلو طبعا. احنا ما بنوزن بعد الاكل، في فوليوم بتاع الاكل، في حجم الاكل وحجم الشرب في بطني، ده بيفرق جدا. داخله التواليت ولا لا، يعني لو حد عنده امساك ما دخلش بقاله يومين بيفرق كيلو على الميزان. للستات قبل الدوره الشهريه بيفرق جدا الحاجات دي، لابس تقيل ولا خفيف، يعني وزنت الصبح بلبس البيت بلبس خفيف ولا قمت لابس لبس الشغل والبدله ووزنت، ده بيفرق جدا. الناس تاخدش بالها من الحاجات دي فيبقوا متجننين، الناس تيجي مثلا توزن الساعه 8 بالليل في العياده وهم واصلين امبارح الصبح الساعه 7 الصبح في البيت، ما طبيعي فرق 2 كيلو. يبقى احنا نوزن اول ما نصحى، الوزن الصح بتاع جسمنا اول ما نصحى قبل الاكل والشرب بلبس البيت، يعني لبس خفيف خالص،
وبعد دخول الحمام. أوكي. ده الوزن الصح. في أدوية بتزود وزن زي مثلا مضادات للالتهابات اللي هي المسكنات اللي بناخدها عمالة على بطلة وعندي صداع وكده، دي بتشيل ميه. المسكنات طبعا، المسكنات اللي هي مضادة للالتهابات. اوكي. دي طبعا بتعمل ووتر ريتنشن فبتزود على الميزان، مبقاش واخدة بالي مش دهون، فلازم ناخد بالنا من دي. زي ما قلنا في شوية هرمونات بتزود على الميزان بيبقى غصب عني متبقاش دهون، زي وقت انقطاع الطمس، وقت الدورة الشهرية، أما حد بيكون بياخد كورتيزون لا قدر الله في أي مرض فالكورتيزون بيشيل مية. في فاكتورز كتيرة جدا مش كلها دهون، فمش كل ميزان يعني مش كل وزن على الميزان بيبقى زيادة دهون أو نقصان. اوكي. طيب بعيدا بقى عن حتة زيادة الوزن أو نقصان الوزن أو حتى تثبيت الوزن، تعالي نتكلم شوية عن الأكل الصحي بشكل عام بغض النظر عن انعكاساته على الوزن. حلو. في ناس كتير بتطبخ، وفي ستات كتير في البيوت بيطبخوا الأكل بقى اللي هو المسبك طب، واللي مش عارف صينية الإيه بالإيه وبرام الإيه بالإيه والحاجات دي. إلى أي درجة في خطورة في الأكل المسبك زيادة؟ حلو قوي. الخطورة في أن الدهون دي أكتر مجموعة غذائية بتديني سعرات، وأسرع مجموعة غذائية بتتخزن في جوه الخلايا الدهنية. أوكي. فبتتخن وإحنا مش واخدين بالنا. بمعنى إيه؟ إحنا الستات كده وإحنا خارجين نبقى كلنا عايزين نعمل رجيم النية موجودة يعني، أو مش عايزين نتخن فتلاقيها تقول لك أنا عاملة رجيم فأخد طبق سلطة. مش ده بيحصل في كل الخروجات والريستورانات والكافيهات اللي احنا فيها؟ حلو جدا. طبق السلطه بالنسبه لنا اللي احنا متربيين عليه على الدايت اللي نهواند قالت عليه زمان انه ما بيتخنش خالص، وان سعرات قليله جدا، والخضار اقل مجموعه غذائيه فيه سعرات بس. طبق السلطه اللي بناكله دلوقتي معمي، معمي مش محطوط له، معمي زيت زيتون. المعلقه الكبيره من اي نوع زيت 120 ل 125 سعر، يعني لو محطوط له اربع معالق ده 500 سعر. يعني المشكله في الدريسنج مش في الاكل نفسه، مش في الخضار نفسه. بلس ده الخضار احنا بيبقى محطوط عليه بقى شويه مثلا افوكادو وتشيز دهون، فواكه مجففه بتبقى محطوط ساعات كتيره في سلطات، مانجا، تفاح، زبيب، حاجات كده بيبقى محطوط مكسرات. هي وصفه السلطه تحفه، وانا مش عايش للدرجات دي معاكم في الدنيا ولا ايه؟ انت ما بتبقاش عايز تخس فما بتخرج، فبيبقى محطوط مكونات بتدي سعرات، فممكن طبق السلطه اللي بناكله يدينا سعرات زي ما انت تقوم طالب مثلا جنبي ساندوتش برجر او كلاب ساندوتش. بس احنا مروحين منتاليتي مختلف، انا مروحه واكله سلطه وغلبانه وعامله رجيم ومحرومه، وانت مروح انا مبسوط وشبعان واكل، واحنا اتنين واخدين نفس السعرات. فدي بتفرق بقى في الطبيخ البيت. انا يا جماعه وانا اكلت حاجه ده انا ما برمرم، حد يجي لي انا ما برمرمش خالص، انا باكل في البيت باميه ولحمه ورز. ايوه تعالى دي واحده، الباميه دي محطوط لها كام معلقه زيت او سمنه؟ الرز معمول ابو شعريه الجميل بتاعنا اللي ريحته مفحفحه ده بكام معلقه دهون؟ وباكل كميه قد ايه؟ الفراخ المحمره ولا اللي محطوط لها مش عارفه تتبيله الزيت كل دي بلم سعرات. فممكن ياخد من وجبه البيت الصحيه اللي فيها عناصر صحيه سعرات زايده تزودني في الوزن كتير جدا عن ما اكل الاكل اللي هو بنسميه سعرات فارغه بتاع بره. مش بقول ناكل اكل بره لانه سعرات فارغه، انا اكل البيت خدت منه المكونات او الفيتامينات والمعادن والالياف، بس ضفت عليه سعرات كتيره جدا بالدهون المضافه. فده تاني بقول لهم خدوا بالكم بحط دهون قد ايه، ما نحطش من ازازه الزيت، ما ناخدش نغرف من بتاعه السمنه، لازم نعاير بالمعلقه بنحط قد ايه، وناخد بالنا جدا جدا لان هي دي اللي بتتخن كل حد من اكل البيت العادي مع الكميات طبعا. اكيد الموضوع كبير، الموضوع كبير بس سهل جدا على فكره. مش عارفه سهل ولا لا، عارفه انه سهل جدا. انا على قد ما بقدر بعلم الناس اللي بيجي لي، انا عملت كده في بيتي الاول على فكره، يعني ان انا بقلل قوي الدهون المضافه على الاكل العادي، يعني اللي ينفع يتقلل فيه يتقلل. يعني مثلا هعمل بشاميل احط لبن نص دسم، مش لازم اللبن الكامل الدسم والدقيق اللي متحمر في سمنه و13 كيلو جبنه اللي بيتحط عشان مش لازم، بس بيفرق في الطعم كتير. ما هو احنا الطعم ده اكوايرد، يعني احنا بنتعود على الطعم. عارف يعني زي مثلا لو لا قدر حد جاله ضغط الدكتور قال له شيل ملح، بيتعود على الاكل من غير ملح بعد شويه. فاحنا بنعود نفسنا على الطعم، فاتليست عشان ولادنا في البيوت المحمرات طول النهار والبطاطس والبانيهات، الولاد بتتعود على كده. يقول لي في العياده يشتكوا ايه؟ الولاد تخنوا، ابتدوا مش عارفين يتحركوا، مش عارفين يعملوا رياضه، ومش راضيين ياكلوا اكل غير ده. اتعودوا على الاكل ده، تيجي بقى تاكلهم فراخ معموله مثلا بصوص، مش عايزين، انا عايز الحاجات الثقيله الحلوه ام جبنه دي. طيب خليني اسالك على حاجه، يعني دلوقتي لو انا عايزه وصفه على الهوا لجمهور الاهلي اهو دلوقتي، حاجه نشربها اعشاب على بعض تقوليها لنا بتحرق الدهون او بتساعد على حرق الدهون، ايه بقى؟ طيب انا عندي برضو انا غلسه قوي على فكره، الناس هتكرهني النهارده، اتغيرتي ما كنتيش كده. لا انا بس ما بحبش اشعلق الناس في اوهام، لان بجد بقى الموضوع اوهام بجد، يعني زي بالظبط تطلب لي اتنين شاورما وهات لي معاها شاي اخضر، يعني ما ينفعش هتخن. يعني هيعملوا دايت بس حاجه على بعض اعشاب كده
تساعد ان انا تزود الحرق شويه وفي نفس الوقت تملى بطني لو انا جعانه وعايزه رمرم اخد حاجه منها تزود الحرق ومنها تبقى مفيده ليا وتسد شويه لان في ناس كتير ما بتقدرش تشرب ميه كويس. القرفه الجنزبيل إيه يعني القرفه مع ميه سخنه عادي مع ميه سخنه. انا بحب القرفه الستيكس اكتر من الباودر اللي هي العيدان دي بحيث طبيعيه اكتر وبتثبت مستوى السكر في الدم وبتزود الحرق. الجنزبيل انا برضو بحب الفريش اكتر من البودره. لان بنعمله ازاي الجنزبيل ده؟ انا بتبشر او بيتقطع شرايح ويتحط في ميه بحط معاه عصره ليمون واغطيه شويه بعد ما احط الميه السخنه عشان الزيوت الطياره تفضل فيه وبعدين اشربه ما بصفيهوش هو بينزل تحت بشرب الميه بتاعته حلو جدا. اوكي ميه مغليه بقى ولا ميه؟ ميه مغليه طبعا. الكمون بالليمون خطير على فكره. الشطه من الحاجات اللي بتزود الحرق والكافيين من الحاجات اللي بتزود الحرق بالذات في الشاي الاخضر. هو الشطه الشاي الاخضر عشان فيه الشطه كمان اتعمل لها مشروب؟ لا الشطه ما تعملهاش مشروب بس ما بتضاف على الاكل بتزود يعني زي مثلا خمس بقى في سلطه مانجا ما ممكن يبقى في مشروب شطه وانا ما اعرفش برضه يعني مش لا لسه مش قدها قوي هقول لك بس قصدي اضافه الشطه مثلا على حمص الشام على الشوربه على الرز بتزود الحرق. الفلفل الاخضر والاحمر الحامي بيزود الحرق فبرضو اكله بيشبع شويه. وطبعا الشاي الاخضر من الحاجات اللي بتزود الحرق. عريق بقى حاجه منهم يعني ولا هيبقى صعب؟ انا بحب قوي عريق للناس اللي ما عندهاش قرحه في المعده. معلقه صغيره خل تفاح على كوبايه ميه بقى عريق وقبل الاكل. وده كتره ما يعملش قرحه اصلا؟ ثلاث مرات في اليوم بس. لا لما بناخد معلقه صغيره على كوبايه ميه ما بيعملش قرحه. ميه ساقعه؟ ميه فتره. ده هايل وبيثبت مستوى السكر في الدم وبيساعد على الحرق. طيب ما تيجي نفتح صفحه الحلويات. يلا بينا. عشان الحلويات دي برضو مأساة عند ناس كتير. في ناس يعني ما يقدروش يعيشوا يومهم من غير ما يكون في يعني مساحة كافية للحلويات. ودي مشكلة شوية لكذا سبب. خلينا نقوله ان الحلويات او السكر الابيض ادمان زي اللي مدمن مخدرات زي اللي مدمن سجاير زي اللي مدمن الكحول زي اللي مدمن اي دواء. دي الحلويات بتعمل كده فعلا. هي بتعلي نقل عصبي في المخ اسمه دوبامين ده هرمون السعادة. فالمخ بيتعود عليه مش الجسم اللي بيطلبه. فبالتالي ان انا لو ما خدتش الحاجه الحلوه في اليوم ادوني الجرعه انا عايز الحلويات بتاعتي بتاعت النهارده. ففعلا بيبقى ادمان مش هزار. انا من الناس اللي بحب اعالج الادمان ده لانها بتزيد. يعني بعد ما كنت باكل مثلا حته شوكولاته قد كده وبتبسط ما بقتش تبسطني فبقيت باكل حته قد كده فبقيت باكل في الاخر بار قد كده عشان اوصل لنفس النتيجه اللي انا بوصل لها لما كنت باكل قد كده. اوكي زي اي نوع ادمان. ادمان فعلا ادمان مش هزار. هو الادمان عباره عن ايه؟ حاجه يعني زي الكافيين مثلا حاجه بتعدل المزاج بيقولوا. فهي مثلا الحلويات من الحاجات اللي بتعدل المزاج. فما بنسيب نفسنا لكل يوم الموضوع بيزيد لان المزاج ما بيتعدلش بقى بالحته الصغيره دي. فلازم تتحل. لازم تتحل ازاي؟ بان احنا نقنن الكميه زي ما قلنا حته شوكولاته مش بار شوكولاته ويبقى مرتين ثلاثه في الاسبوع بس ما يبقاش كل يوم باخد. بس ممكن استبدلها بحاجات تديني السكريات وتبسطني بس ما فيهاش ادمان زي التمر. انا بحبه جدا ماشيه بيه في شنطتي على طول. بيدي طاقه ومسكر فبيدي احساس السعاده. ولو الواحد هبطان او حاسس ان مزاجه عايز حاجه مسكره السكر الطبيعي سبحان الله بتاع الفاكهه ما فيهوش ادمان. هو يتخنش التمر ولا يعني الثلاث تمرات اكنهم ثمره فاكهه. اوكي فاي حاجه هناكلها زياده هتتخن لان هو في الاخر سكريات. صحيح سكريات طبيعيه بس هيتخن. بس لو خدت لي 3 4 مش هيتخن. ايوه اكني خدت تفاحه بس يعني سكره اكتر اسرع عشان كده بناخده في رمضان لما بنبقى صايمين لانه بيوصل للمخ اسرع. احنا بننبسط جدا في كل مره بتصورينا فيها والله. ثلاث ساعات رغي ليه هنقسمهم بقى على الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. ما مش اخر لقاء بينا اكيد ان شاء الله. نورتينا وبنشكرك شكرا جزيلا دكتور مرة بجد. انا وكريم بننبسط جدا من فقرتك هي ونورتينا أهلوية صميمة جدا تبقوا عارفين. وإن شاء الله هيبقى فيه تاني لقاءات لأن الفقرة دي الناس بتطلبها بجد. فقرة التغذية الأهلوية بيطلبوها. فيسعدنا إن حضرتك تكوني معانا مرة تانية إن شاء الله. طيب إحنا فاصل نرجع بقى بعد كده هيبقى آخر فقرة معانا مظبوط عشان نتكلم بقى بالتفاصيل عن مباراة الأمس.